السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. باقي من غير مقدمات، بكرة ليلة النصف من شعبان يا جماعة، بكرة ليلة المغفرة لكل ذنوب حياتنا، الذنوب اللي خلت قلوبنا سودة. بكرة يوم تطهير القلوب، بكرة يوم رفع البلاء والوباء عن الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه مش البلاء والوباء ده بسبب الذنوب يا إخواني ولا لأ؟ المسلسلات التركي اللي أفسدت تفكير جيل كامل من البنات، ما عادتش عارفه تتجوز، بتتجوز بتطلق على طول لانها عندها تصور وهمي عن الزوج الجميل الغني. المسلسلات بتاعت النتفليكس اللي الام قاعده تتفرج عليها يا شباب، اللي ما بين شذوذ جنسي، اللي ما بين زنا محارم، البيدوفيليا، الزنا، والعياذ بالله. بكره ليله النصف من شعبان، من بكره فرصه ان ملايين الذنوب، يعني العاده السريه ذنب واحد، الفرجه على بورنو كليب ذنب، الفرجه على مكالمه حرام ذنب، يعني تخيلوا كمية الذنوب اللي احنا عملناها في حياتنا. بكرة ليلة النصف من شعبان ما انساش ابدا، واحد كنت بزوره قبل ما يموت بساعات، فبيقول لي انا امنت مستقبل ولادي، انا سايب لهم حتة ارض في المكان الفلاني بملايين. الراجل مات الله يرحمه، بعدها بشهور ولاده باعوا الارض وفلوس الارض اتبعترت وكل حاجة راحت. لما بفتكر الموقف ده اقول سبحان الله، تأمين المستقبل في العمل الصالح. بكرة ليلة النصف من شعبان، يعني اخطر ليله في عمرنا كله، زي كم النبي عليه الصلاه والسلام قال في البيهقي والطبراني وحسنوا الالباني، عن ابي ثعلب الخشني، وفي روايات صحيحه ثبتت عن ابو بكر الصديق وعن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى جميع خلقه، يعني هيطلع اليكي، هيطلع اليك، ده كلام منتهى يا جماعه، اطلع الله الى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ويملي للكافرين، ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يعني القاضي لما يطلع على القضيه بيفصص كلمه كلمه فيها، الله يطلع على قلبك بكل اللي فيه، قلبك جواه ايه، قلبك فيه ايه. بكره قلبك هيعرض على الله، جاهزه بعد 24 ساعه ان قلبك يعرض على الله، جاهز ان قلبك يعرض على الله، جاهزه قلبك بشهواته وشبهاته وشكوكه ومشاكله والتعلق بغير الله بكل اللي جوانا ده يا جماعه، جاهزين ان قلوبنا تعرض على الله سبحانه وتعالى بعد 24 ساعه. عشان كده لازم نلحق يا جماعه، لان فرصه المغفره ابليس زمانه هيموت، لان بعد ليله كل ذنوبك بتاعه السنه اللي فاتت تتغفر باذن الله. عارف يعني ايه؟ يعني شقى عمر ابليس السنه اللي فاتت معاك ومع شباب الامه ومع الدنيا كلها بيضيع في ليله، ربنا بيحرقه له في ليله، مقابل حاجتين، ان ما يكونش في شرك ولا يكون في شحناء الا لمشرك او مشاحن. ده الموانع بالمغفره. يبقى قلبك بقى راقب قلبك، نيتك اخبارها ايه، اخلاصك شكله ايه. عشان كده لازم يكون ليك خبيئة عمل بينك وبين ربنا. الحق بقى اعمل حاجة بينك وبين ربنا ما تقولهاش لحد ولا تكلم مخلوق عليها. الحق بقى جدد ان مفيش في قلبك غير الله شحناء. اوعى اخبارك مع زوجتك ايه، اخبارك مع زوجك ايه، اخبارك مع، ابدأ الاول واحدة واحدة كده، ارحامك، اخواتك، قرايبك، حبايبك، اصحابك، زميلك في الشغل، زميلاتك، سلفتك، جارتك، المجتمع اللي محيط بيك، الا لمشرك او مشاحن. يعني اللي عنده فساد في العلاقه بالله اللي هو المشرك، واللي عنده فساد في العلاقه بالمخلوق، الفساد في العلاقه بالخالق مشرك، وفساد في العلاقه بالمخلوق مشاحن. كلمه خطيره جدا يا جماعه، بكره ليله النصف من شعبان، صحيفتك هترفع لربنا ازاي في اخر شعبان؟ وهي كده السنه اللي فاتت 365 صلاه فجر صليت منهم كام فجر، 365 جلسه ضحى قعدت منهم كام جلسه ضحى، 2000 مره ربنا نادى عليك في صلاه الفريضه، 2000 مره، 150 خمس مرات في اليوم، 150 مره في الشهر، 2000 مره تقريبا في السنه، كام مره لبيت نداء ربنا، وكام مره حطيت المخده على راسك ونمتي، كام مره يا جماعه. احنا ذنوب سنه صحيفه ترفع لربنا، مليان ابيض ومليان اسود، ليله النص من شعبان بتشيل اسود، تقوم ترفع الصحيفه في اخر شعبان كلها ابيض بس، يا رب اغفر لينا يا رب. يبقى ليله النصف من شعبان دي بيغفر فيها الذنوب، الذنوب اللي مسوده قلوبنا، الذنوب اللي ماليه صدورنا بالاكتئاب، الذنوب اللي ماليه حياتنا بالابتلاءات، الذنوب اللي منع عننا تنزل فرج الله ونصره الله ورزق الله، الذنوب اللي طول ما هي في الصحيفه صحيفتك هترفع لربنا، مليانه ذنوب كده بالمنظر ده ازاي؟ شقى عمر ابليس هيتحطم بكره باذن الله سبحانه وتعالى بمغفره الله لكل الذنوب اللي ابليس هو وجنوده طلع روحهم طول السنه عشان يوقعونا فيها.
إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع أهل الأرض. يعني أنت داخل في الامتحان ربنا يطلع عليك بكرة، ربنا لو مدير الشغل اطلع عليك هتعمل إيه، لو مدير الجامعة اطلع عليك وأنت أستاذ في الجامعة، لو مدير المستشفى وأنت دكتورة أو ممرضة فيها اطلع عليك هيبقى أدائك شكله إيه. هي ليلة ما فيش فيها حاجة مميزة عن أي ليلة في العبادة، ولكن هنبذل مجهودنا لربنا عشان نتعرض لمغفرة الله. مغفرة عامة يا جماعة، مليون ذنب في ساعة، انتوا متخيلين في ليلة كل ذنوب عمرنا ممكن تغفر؟ ايه الكرم ده يا رب؟ هو ربنا لما بيدي كده يا جماعة. يوم القيامة مش حاجة سهلة، الآخرة مش حاجة سهلة، عايزين نقتنص الفرص دي، هنندم عليها، هنندم على الفرص دي لو ضيعناها يا شباب. يعني أحد السلف بيقول من قال لك سآخذ منك حقي على الصراط فهو لا يعرف الصراط. ده الصراط ده واحد بيعدي على حد سيف وتحته جهنم ولا يعرف الصراط. لما امرأة جميلة قوي قوي قوي، ولكن امرأة يعني ايه، يعني بتلعب يعني ب ب ب بأهواء الشباب وأهواء الناس، يعني مش بشيء منحرف، ولكن هي ايه يعني تحب تفتن الناس وتنال اعجاب. ففي واحد اسمه ربيع بن خثيم، وفي واحد اسمه عمير ابن عبيد، يعني بعض السلف الصالحين، فقالت انا لازم افتن الناس دي. فرحت لواحد منهم وايه هي منقبه كده، وقالت له في فتوى على جنب، بس على جنب قامت منزله النقاب، فوشها بقى وجمال ملامحها بقى يعني منظر يعني يشد اي راجل في قلبه ضعف او في قلبه شهوه. فقال اتق الله وغطي وجهك. فقالت اني قد فتنت بك. هي تراهنت مع جوزها، يعني هي بتلعب بيه، مش واحده يعني شمال ولا اعوذ بالله، هي بس بتلعب بيه، يعني ايه راهن كده انا اقدر اوقع اي حد، حتى لو كان ربيع بن خثيم، حتى لو كان مين من صالح الزمان. فقالت اني قد فتنت بك. فقال يا امه الله، رايت ان دخلت قبرك وضم عليك قبرك حتى ضاقت اضلاعك، اكنت تتمنين ان اجيبك الى طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال افرايت ان نصبت الموازين يوم القيامة ولا تدرين أيثقل كفة الحسنات أم كفة السيئات، أكنت تودين أن أجيب طلبك أم لا؟ قالت اللهم لا. قال أفرأيت إن عبرت الصراط ولا تدرين أتجيزين الصراط أم تسقطين في جهنم، أكنت تودين أن أجيب طلبك أم لا؟ قالت اللهم لا. قال أفرأيت إن أتاك ملك الموت الآن ليقبض روحك لتصعد إلى السماء، أكنت تودين أن أجيب طلبك أم لا؟ قالت اللهم لا. قال فاتق الله يا أمة الله. رجعت وتابت وتدينت وبقت صوامة قوامة. جوزها بقى بيصرخ بيقول افسد علي زوجتي، كانت عروس كل ليلة فصارت صوامة قوامة. الهداية بتيجي في لحظة يا جماعة، الموضوع كبير، عايزين نتوب، عايزين قلوبنا تتزلزل، عايزين نفتكر لحظات الدار الاخرة الفاصلة اللي ممكن تزلزل قلوبنا وتزلزل حياتنا. مش الايام دي ايام النتفليكس، مش الايام دي ايام الشاشات الزرقاء، مش الايام دي ايام معاصي السر، مش الايام دي، الايام دي ايام التوسل والتضرع واللجوء الى الله.